بس توحيد وردود وسنة وبدعة. وقد قيل مثل هذا الكلام لشيخنا محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه، يدرس العلم تفسير وصحيح البخاري وكتاب التوحيد وبلوغ المرام، وإلا يسمع من بعضهم بلغه قالوا يعني نحن نطلب العلم عند الشيخ، يعني الشيخ محمد العثيمين، لكن أيضا نحتاج أن نسمع بعض أشرطة فلان من الناس، يعني حتى لا تقسو قلوبنا نلتمس إيش يا أخوان يقولون الرقائق. الشيخ تعجب من هذا القول، ماذا تقولون أنتم؟ وهل الكلام في توحيد الله عز وجل فيه قسوة؟ هل الكلام في توحيد الله وتعظيم الله عز وجل فيه قسوة؟ هل قراءة كتاب الله ودرس التفسير وتدبر آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قسوة؟ وهل في موعظة أعظم من موعظة القرآن؟ وذكر بالقرآن من يخافه وعيد. إلى أين تذهبون؟ هذا كله مما أصلا أهل البدع اللي ما يرغبون أن يرد عليهم أحد هم يروجون هذا الكلام، أن الردود تقسي القلب. شنو الردود تقسي القلب؟ تذب عن دين الله، هذا يقسي القلب. والذي يفسد في دين الله يرقق القلب. راجع نفسك يا عبد الله، قصة بعد قصة، سالفة بعد سالفة، شعر بعد شعر، إيش هذا؟ ثم يقال عن الكتاب والسنة والذب عن التوحيد والدعوة إليه ورد الشرك والبدع والفتن وتهيج الناس، هذا قص القلب. ماذا يريدون أنفسهم هؤلاء الذين أهل فساد في العقائد وفي المناهج وأهل محدثات؟ هم يروجون العامة أن هذا الكلام يقص القلب، بينما كلامنا نحن إيش هو اللي فيه رقائق. فنسأل الله العافية هذا مخدوع المسكين اللي يقول هذا الكلام، بل لا بد من توحيد الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وأن أتلو القرآن قم الليل إلا قليلا، فلا تطعهم وجاهدهم به، أي بالقرآن جهادا كبيرا. وما أحدثت بدعة إلا وأماتت سنة، وما انتشر الباطل إلا وطمس الحق، والعكس بالعكس، ما انتشر الحق إلا وطمس الباطل. فهؤلاء الذين يقررون الباطل ويأتون بالأخطاء ويهيجون الناس وتكفير ويملؤون قلوب الناس أحقاد ويحزبونهم ويفرقونهم، هؤلاء الرد عليهم قرب إلى الله عز وجل، ما هو قسوة للقلب، يميز الله الخبيث من الطيب. فهذا كله تشويه، تشويش من إيش؟ من أنفسها، من هؤلاء أنفسهم الذين يرد عليهم. وإلا لو قرأت كتاب الله تجد ردودا القرآن في كتاب الله، قال وما صاحبكم بمجنون، لأنه قالوا مجنون صح، ما كذب الفؤاد وما رأى، لأنه قالوا كذاب رد. وقالوا اتخذ الله ولدا، رد عليهم ولا سبحانه ولا مبطل، هذا دين الله عز وجل، وهذا أعظم شيء يرقق القلوب. فانتبهوا لهذه الدعايات التي تنشر بين الحين والآخر.